مشاهدينا أنتم صوتوا دعمتوا مشترككم المفضل، والحين بنعرف من اللي نال على أكبر عدد من الأصوات. رح نبدأ مع فريق حمدي، لو سمحتوا تفضلوا كلكم عندي على المسرح. مين من زينب، بدر، فادي، هيثم والدهبيز اللي بأمان، ومين فيهم اللي حصل على أقل عدد من الأصوات الليلة؟ أكيد اللحظات صعبة عليكم وعلينا وعلى جمهورنا. ودي أطلب من هيثم وزينب يتقدمون خطوة قدام بليز. نعرف أنكم قضيتوا أسابيع جداً جميلة واستمتعتوا في تجربتكم معنا في بوليفارد المواهب، وأثبتوا جدارتكم بكل حفل مباشر لهذا البرنامج. بس للأسف في شخص لازم يغادرنا الليلة. ودي أقول لكم أنكم الاثنين بأمان، تقدرون تتفضلون لأماكنكم، ترجعون لكراسيكم. إذن باقي عندنا بدر، فادي والدهبيز. مين منهم يا ترى اللي بيضمن وجوده معانا لأسبوع جديد في البرنامج، ومين اللي راح يطلع اليوم؟ أدري أنكم متوترين وأنا متوترة وكل متوتر والجمهور أيضاً متوتر، لكن أنتم حققتوا كثير في البرنامج وأغانيكم مليونية بعدد المشاهدات، فأنتم قطعتوا شوط كبير في هذا المجال، وإن شاء الله ما بنخاف عليكم اللي بيطلع. المشترك اللي حصل على أقل عدد من الأصوات وبيغادرنا الليلة هم الدهبيز، للأسف فارس وفاروق. انتهى مشواركم معانا في البرنامج، وراح نودعكم الليلة، بس مكانكم موجود واللي سويتوه في البرنامج كبير وعظيم وما راح ينسى إن شاء الله.